تحقيق الفوز ويجب الحفاظ عليها حتى سماع صافرة النهاية. هجمة مرتدة جاءت سريعة بعد افتكاك الكرة من الوسط، ضغط الفريق يولد الأخطاء ويخلق الفرص والمساحات وهو ما يلعب عليه هذا الفريق. النصر متأخر في الدقائق الأولى، الآن لديهم فرصة التعويض ولا يزال عندهم المزيد من الوقت. تمركز أهم صفة للمدافع، عنده خاصية قراءة اللعب والتحرك لقطع الكرات. تمريرة جميلة يلعبها في المساحة والدفاع يبعدها، يستعيد الكرة بسرعة، ممتاز في التمرير ولا تغيير اتجاه للجانب الأيسر. قتلت الهجمة قبل أن تبدأ. محمد صلاح، يا سلام على التمريرة، يا سلام على الفرصة، يا إلهي جول! بكل هدوء وضعها في الشباك بدون تردد. فان دايك لم يجد أي صعوبة في تسجيل كرة، وضعها بشكل رائع داخل الشباك لأنه بصراحة غابت عنا الرقابة في اللقطة الماضية، كان قريب من الشباك ولم يكن أمامه إلا التسجيل. يواصلون المباراة بعد أن تعاد الفريقان. مباراة كبيرة بين ليونيل ميسي، يا إلهي هدف للزعيم لمصلحة الهلال. الله، عودة للتقدم من جديد، مهارة كبيرة في التسديد، دقة محسوبة. يملك مهارات كبيرة بالكرة، مثل هذه الأمور تحب أن تشاهدها في عالم كرة القدم، هذه اللي حببنا في الكرة بصراحة، مثل هذا الفن وهذه المهارات. ولديهم تقدم بهدف وحيد، كرة خطيرة الآن. الله، على لعبة جميلة، على كرة مثيرة، على هدف يحرك الجماهير. تقدم لم يدم طويلا، لم يتهنوا بهذا الهدف، التعادل يعيدنا لنقطة الصفر. هدف مهم جدا من الناحية النفسية، الآن أنت لا تستقبل الضغط مثل المنافس وعليك أن تستفيد من هذه الوضعية. حارس المرمى غير محظوظ بالمرة هنا، لأنه بعد الإنقاذ جاءت المتابعة لتقوية من مبابي، بعيدة جدا عن المرمى. هجمة تذكر بجودة الفريق وقدرته على نقل هجمة في ثواني بسيطة. يبعدونها، الضغط يولد الأخطاء دائما. محمد صلاح، محمد صلاح، يبعدها عن مناطق الخطورة، تلعب للأمام، مبابي، فوفانا، هل تمر الكرة؟ يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة، لمسة بينية، كريستيانو رونالدو، يتغير الاتجاه نحو اليسار. وصلنا الآن إلى منتصف المباراة، سيبدأ الشوط الثاني الآن. النصر تقريبا كان يلعب وحده، عديد من الفرص، التسديدات، المحاولات، ولكن بدون ضربة رأسية. كريستيانو رونالدو في موقع التسلل، بيدري، إبعاد ناجح للكرة،
يبحث عن زميله. رد فعل سريع هنا يقطع الكرة. ميكيل أويارزابال عدت الكرة، لمسة على اليسار، ممتاز في تشتيت الكرة بعيدا. ضغط جيد هنا والتعامل بقوة كبيرة. يلعب كرة على اليسار، بينية رائعة، وهذه الفرصة يجب أن تسجل. ميسي يسجل نفسه ضمن الهدافين اليوم. يحولها للجهة اليسرى، بينية جميلة، عنده مساحة خالية على الطرف، بإمكانه إبعاد الكرة، تعود الكرة بسرعة، يبحث عن المهاجم، هل ينجح في المرور؟ تدخل في توقيت حاسم، لعبة رائعة الآن، كرة عرضية من غريزمان، والكرة بعد ذلك فيها تسلل. Substitution on the field, number 22, Mikel Oyarzabal. تبديلات من الجانبين من أجل صناعة الفارق الآن. Number 66, في الوقت المناسب يتدخل نيمار. Number 8, ميكيل أويارزابال. Number 11, بيدري. نيمار. Number 9, تمريرة كانت سيئة للأمانة. العرضية ملعوبة. ماركينوس قلب الأسد يبعد الكرة بشكل رائع. هرنانديز. Substitutions taking place. النصر وإمكانية الهجمة المرتدة. تحية كبيرة على روح الفريق العالية ورغبته في تحقيق الانتصار. الاستمرار في المحاولة أمام المرمى حتى الدقائق المتأخرة. يمر ويلعب كرة بينية، يمرر كرة ولكنها بعيدة جدا. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، قراءة ممتازة للكرة، توقع ممتاز هنا، لعبت جيدا لكن الاعتراف كان رائع. الحارس يبدأ الهجوم بكرة طويلة، ما زال يمكن الفوز في هذه المباراة لو استغلوا هذه الفرصة جيدا. تقدم في هذا التوقيت راح يكون قاتل بكل تأكيد. يلعب كرة على اليسار، كرة تعود للخلف، البينية حلوة الآن، شوف راح لوين، يا إلهي، جول. يلعبكم، انتهى كل شيء مع صافرة النهاية، يوم للنسيان. أداء كبير جدا في مباراة اليوم، لكن بدون انتصار، بدون نتيجة. اللاعبين يشعرون بخيبة أمل كبيرة، هل تعرف ماذا؟